ازواج، لو في رجاله بتسمعني على اللايف ارجوكوا ارجوكوا يا رجاله اللي بتسمعوني على اللايف، ويا ازواج اللي بتسمعوني، يا ابني يعني ازدهار زوجتك ويعني اقول مثلا بهجتها وفرحتها وسعادتها واشراقها، وتبقى ورده كده مشرقه وفتحه وزي الفل على عيالك وعلى بيتك، مش نكديه ولا مكشره لك بالكلمه الطيبه اللي انت بتقولها. يعني انت لما هتقول لها شكرا هيجرى لك، مش هتنقص والله. لما تقول لها بحبك مش هيجرى حاجه، والله ما هيجرى، ده عزه ليك، وتفضل فاكرها لك وتقول الله يكرمه، عمري ما سمعت منه الا كل طيب وكل خير. نفسنا في كده، على الاقل لبيتك، على الاقل لبيتك قول لها كلمه حلوه تعملها، قول لها كلمه حلوه هي تعيش بيها. لكن بالمنظر اللي بيحصل دلوقتي، وترجع استغفر الله تقول لك اصل انا ما لقيتش جوه البيت فطلعت بره البيت، نسال الله يا رب العفاف والطهر والعفاف والهدى والتقى لنساء المسلمات، اللهم امين. ولا يا رب ويحفظهم يا رب، احنا في زمن فتنه، احنا في زمن رهيب. نرجع للخطوات الخمسه اللي انا قلتها، وبلاش نخش في الثلاث مراحل بتوع الشخصيات اللي هم يعني يا ضحيه يا رفع سقف توقعات يا الكون ضدي يا المتمرد اللي بيقول لا لا انا بعمل لله واحنا خلاف الناس. ان كان كل كتب بتاعه التنميه ولا كتب الاداره ولا مش عارفه كتب ايه ولا الكلام ده اللي بيتكلموا فيها، لا واعمل واعمل لنفسك، نمنع الاذى. لكن احنا كمسلمين انا بعمل الاحسان اللي ربنا باسمه المحسن طالبه مني. ايه هو؟ ان انا احسن واحتسب. لو احط مصدر الاسعاد هو ربنا سبحانه وتعالى، انا مش هنضار. لكن امتى انضر وامتى اتاذى؟ لما احطه على بشر، مهما كان، عارفه انها بتوجع، وعارفه ان الزوجات اللي بيسمعوا والله عارفه انها بتوجع، وبتوجع لما تبقى يعني تبقى منتظره من زوجك الدعم، منتظره من زوجك الكلمه، ويقول لك او يكسرك او يتصيد لك او ما يشوفش اصلا. بس برضو عند الله، عند الله تمام. نقول لهم وننصحهم، يا زوج انا بحب كذا، وعبري زي ما قلت لك، عبري. وجبر الخواطر طبعا، جبر الخواطر من اهم الحاجات طبعا. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، وقت السحر بدا عندنا اهوت. عايزاكم باذن الله، باذن الله تقوموا تصلوا ركعتين وتدعوا فيها لله سبحانه وتعالى انه يجعلنا من اولياء ويجعلنا من عبده الله. صحيح ان احنا نعبد ربنا حق العباده، ان احنا يبقى عندنا يقين في الله ومصدقين ربنا. صدقوا ربنا، ربنا موجود، صدقوا ربنا وحبوا ربنا، وخليكم في كنف ربنا ينصركم ويقويكم ويسددكم ويهديكم ويرشدكم ويبارك لك فيكي وفي زي نفسك وفي صحتك وفي اولاد. خليكم في جنب الله يدافع عنكم من هنا، بصوا لاخر الدنيا. خليكم في جنب الله يسخر لك ملائكه ذات نفس تدعي لك وتقف بجنبك. خليكم في جنب الله اللي هو حصن 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 قران حصن حصن. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير.